ايوه، السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام، تفضل، عليكم السلام. مرحبا أخي رامي. حياك الله، عرفنا بنفسك. أنا مهتدي، ما شاء الله. من أتصل بك من أوروبا. جنسيتك ايه؟ شلون يعني؟ انت من اين الجنسية؟ جنسيتك جنسية عراقي يعني. عراقي. عراقي مهتدي ما شاء الله. لا، أي مهتدي، لا، ما أنا شاء أسكن في أوروبا منذ 16 عام تقريبا. ما شاء الله، الله يثبتك يا رب ويوفقنا وإياك. سبب هدايتك يا الحبيب، بارك الله فيك، ما هو سبب هدايتك؟ والله الهدايا يعني هي تقدر تقول هواي أمور، ما كثير أمور ما يعني متفقة ويا القرآن. ارفع صوت شوية، تفضل. نعم. لحظة، يعني أمور هواية ما يعني ما متفقة ويا القرآن. ممتاز، صحيح. مثل ماذا؟ ربنا نعم، أول أمثلة. شيء مثلا الولاية التكوينية، الولاية علم التكوينية. الغيب، الله، صدق. يعني الصلاة، ما شاء الله. الوضوء. يعني بدأت أفكر تقريبا قبل سنتين بهذا الشيء، بس يا ريت لو ما تذكر اسمي يعني لا طبعا لن أذكر اسمك، لا تخف. لا عادي عادي ما، بس أنا ما عايش يعني بين شيعة لو بالعراق، بس أنا بأوروبا عايش. بس انا برضو، ما انا كنت انت يعني، انا حتى المهتدين كثيرين يعني، ما شاء الله بفضل من الله وحده، مئات المهتدين بيتواصلوا معي على رقمي الخاص، لا اذكر اسامي احد منهم خالص، حتى ما باجي اي، اسجله لا ولا لا اكتب عادي، بس مكتوب. انا كتبت حكيت معك بالخاص قبل كم يوم، ما شاء الله، سامحنا وبعدت ان لي انشغلنا بعدت لي عنكم. لا عادي ماكو مشكلة. طيب انت بس انت اعلنت شو بتقدر؟ هدايتك يا حبيبي منذ متى؟ والله تقريبا هو القرار قبل كان شهر تقريبا. ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. وسبب اي بس هذا؟ انا قبل تقريبا قبل سنتين ثلاثة اكو امور هواية ما يعني ما مقتنع بيها. طب انت شفت الحلقة امس لما كنا بنتكلم عن ولاية تكوينية امس، وبينا جبنا الايات من شفتها شفتها القرآن اللي تثبت بطلان صحيح. ولاية. طب انا عايزك تبص على الشاشة عندي ايضا. انا النهاردة الحلقة كنا بنتكلم، الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وانا عارضها الان على الشاشة، والشيعة كانوا بيقولوا لا، ربنا خلقنا من اجل محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والقرآن يخالف ذلك، فما رأيك في هذا أيضا؟ والله يعني شو اسمه، اكيد واحد يخالف المعممين، لانه ماكو شيء يعني ماكو شيء يخالف القران هو صحيح. الله أكبر، صدقت. يعني مو شيء يعني طبيعي، يعني مخلين اعلاميه للائمه، والعلم كله محصور حصرا يعني بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني سووا ولايه تكوينيه وسووا علم الغيب، يعلمون ما يكون وما سيكون وما راح يكون، يعني امور كثير يعني غريبه عجيبه. لا فرق بينهم وبين الله، استغفر الله. يعني استغفر الله، يعني تقدر تقول ما يعني واحد بيقدر يقول ماكو فرق كبير بينه وبين الله سبحانه استغفر الله. وتعالى. نعم. طيب يا حبيبي اي عندك هو هذا الشيء تقريبا، هذا الشيء تقريبا يعني هم قبل بديت افكر به قبل تقريبا سنتين. يعني كنت اتناقش ويا اخي، يعني اخي هنا يمي، وهو كان يعني يقول لي بانه ولايه تكوينيه والامام علي يعلم وما اعرف شلون. فغاني قبل سنتين ثلاثه كنت اجادله، يعني اقول له هذا الشيء ما يصير، يعني منو قال لك هذا الشيء بانه الامام علي يعلم؟ يعني في رايي كنت اقول له الامام علي بس يعني ما علي ما يعلم، بس الله يعلم علم الغيب. سرقت. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والنبي صلى الله الا عليه الله، وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وما مسني السوء يعني صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو والله أعلم الغيب استكثر من الخير، وما كانش مسني السوء زي ما حدث له صلى الله عليه صحيح وسلم في غزوة أحد، وما كان رايح صحيح الطائف والله. وألقوه بالحجارة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هو كثير كثير من الآيات بالقرآن يعني تنطي دلائل غريبة، يعني كلش يعني تختلف عن الـ الأمور اللي هم يحكوها للعالم. يعني صدقت، صدقت حبيبي أسامة بالنسبة حبيبي. للسادة وبالنسبة للولايات مالتهم التكوينية وبالنسبة لهاي الأمور مالتهم، والبدع الموجودة هسه على القبور والزيارات والشغلات هذه، يعني غلو غلو يعني صدقت حبيبي أستاذنا المهتدي، والله يعني كلامك صحيح. طب أنت تحب تسأل سؤال النهاردة من المعممين نسأله في الحلقة اليوم؟ والله المعلم ميماني. بس يعني في رأيي يعني بس واحد يفكر زين، ينظر بالقرآن وينظر بالكلام اللي انت والاخ قبل فترة كنت تتابع فرج الصهيبي، يعني هسه ما يظهر ما موجود، يعني بس يقارنون بين الشغلات الامور اللي هم دي يحكوها وبين الولاية التكوينية مالتهم وبين القرآن، صدق. يشوفون هل
يعني اكو فتشي يناسب، اكو فتشي مقارب ويا القران، ما في، ما راح يكون هذا الشيء. ان شاء الله انت كما ترى الان، احنا كلامنا كله كما يرى الجميع، كلامنا كله من القران الكريم، هو بنجيب الايه ونبين بطلان هذا المعتقد من كتاب الله تبارك يعني وتعالى. يعني حتى صحيح، يعني حتى النبي يعني لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الثانية نعم، يعني ما اعرف شلون قاموا يجيبون ينسبون علم الغيب سبحان الله، ما اعرف شلون يعني هذا الشيء. الحمد لله الذي عافانا، وهنيئا هنيئا لك حبيبي والله على هدايتك، هنيئا، هذا فضل ونعمه من الله ان ربنا يستفيق دون الكثير. والله بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضلك وبفضل يعني فضل الله ثم بفضل فلان، لا تقل بفضل الله وفلان. بس انا عايز اسالك سؤال اخير يا حبيبي. نعم، بالله عليك تجيبنا بصدق لكل شعب يستمع إلينا الآن، ما هو شعورك قبل الهداية وشعورك بعد ما اهتديت الآن، الشعور القلبي والنفسية عندك؟ والله الحمد لله، أنا يعني أول شيء يعني من كنت يعني شيعي، ما كنت مقتنع بأنه أروح يعني حسينية، يعني ما 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 في ما شيء ما في شيء موجود بالكتاب بالقرآن بأنه ان مثلا ان الحسينيات لله، ان المساجد لله، صدقت ما شاء الله، فلا تدعو مع الله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله. قمت يعني بديت اروح اصلي صلاه الجماعه يعني بالجامع السني ما شاء الله، فبديت اشوف الفرق، يعني فرق كبير بانه كنت ثاني ما اصلي صلاه يعني جمعه، لانه بالحسينيه وبالعرف هاي الشغلات، بس يعني حكي بس هاي الحكي العادي مال الحسينيه يعني. وارتحت الان نفسيا؟ اي والله الحمد لله، يعني ما هسه انا احس نفسي يعني اللهم لك الحمد، برتاح نفسيا الحمد لله. وهذا حبيبي يعني والله اللي بنتمناه لكل الشيعة، احس بالفرق كبير بين الشرك والبدع، الله الشرك والبدع اللي كنت عليه، ولو انا ما كنت يعني بالنسبه لي حتى من كنت شيعي، ما كنت يعني مو يعني انا مو من الدول اللطامه، لو مثلا هاي الشغلات البدع ما حتى من قبل من كنت شيعي انا ما اعترف بهاي الشغلات، يعني ما بعيد على هاي الامور. ما شاء الله، هنيئا لك يا حبيبي، هنيئا لك، الله يسلمك، جزاك الله خير، هنيئا لك، بارك الله فيك، تسلم حبيبي، حياك الله، الله يوديك، مع السلامه، حياك الله. ده الشعور اللي احنا عايزين الشيء يستشعر به. كان في اخ اسمه عبد الزهره، واتصل وتواصلنا مع بعض واهتدى، وقلت له انت اسمك عبد الرحمن مش عبد الزهره، فبيقول لي والله اما صليت صلاه الجماعه صليت صلاه اهل السنه والجماعه شعرت براحه وطمانينه لا أستطيع أن أصفها لك يا شيخ رامي، وكان يبكي. فشوف أخونا المهتدي هذا ما شاء الله، نسأل الله أن يثبته يا ربي، الشعور بالراحة والطمأنينة، فنسأل الله أن يثبته، وهنيئا لك، ونسأل الله أن يهدي الشيعة ويأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.